الدرس 80، السياسة الشرعية، القسم الأول. أولا، الدولة في الإسلام. المسلمون أمة واحدة تسعى للتوحد والتعاون والتضامن. الدعوة إلى الإسلام وإعلاء كلمته هي الرسالة الأولى لأمة الإسلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على ولاة أمور المسلمين وفرض كفاية على سائرهم. تغيير المنكر في المجتمع. التغيير باليد واجب على الحكام، وهو واجب على كل مسلم في بيته وما ولي أمره من عمل. أما التغيير باللسان ثم القلب فواجب على الحاكم والمحكوم. الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع، وذلك بالعمل بكل ما جاء به نص صريح في القرآن والسنة أو أجمع عليه علماء الإسلام المجتهدون، وفيما عدا ذلك فللأمة أن تشرع ما تراه متفقا مع المقاصد العامة للشريعة ومع مصالح الأمة، بحيث لا يصادم نصا أو حكما في الشريعة. ولاية أمر المسلمين لأقدارهم عليها وبرضا غالبية المسلمين وبيعتهم الحرة. الشورى مبدأ أساسي للحكم، وعلى الحاكم أن يعمل بمقتضاها على ألا تتعارض مع نص صريح في القرآن أو السنة. العدل أساس الحكم في المجتمع الإسلامي، ومقومات العدل هي ألف سيادة الشريعة على الجميع بلا تفرقة، باء العقوبة شخصية تلحق بصاحبها فحسب، جيم لا يطبق تشريع بأثر رجعي. شواهد الدرس في الكتاب والسنة. في وحدة الأمة قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، في الآية 92 من سورة الأنبياء. ومثله قوله تعالى في الآية 52 من سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، في الآيات 3-5 بعد 100 من سورة آل عمران. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، رواه النسائي. في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، في الآية 10-100 من سورة آل عمران. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، في الآية 43-100 من سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. في تحكيم الشريعة قال تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم
وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في الآيتين 49 و50 من سورة المائدة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. في الآيتين 60 و61 من سورة النساء، وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. رواه مالك. عن ولاية الأمر قال صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. رواه البخاري. الشورى لقوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، في الآية 38 من سورة الشورى. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، في الآية 59 بعد 100 من سورة آل عمران. وفي الأمر بإقامة العدل قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، في الآية 58 من سورة النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما أضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. متفق عليه. شخصية العقوبة في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، تكررت في الآيات 7 من سورة الزمر، والآيات 64 بعد 100 من سورة الأنعام، والآيات 18 من سورة فاطر. وكذلك قوله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى، في الآيات 38 من سورة النجم. ولا أثر رجعي للتشريع لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في الآية 15 من سورة الإسراء.